لازاز الطابق الأرضي فيه السكنة والكراج، ثم الطابق الأول، ثم الطابق الثاني، ثم الطابق الثالث، والروتري في السطح. الروتري عنده التراسة كتطلع في الدروج، كاين سطح آخر. كل طبقة عندها ستالاسيون بالما والضو ديالها. بغيتي تعمل مشروع نكرة مخيرة والزنقة 6 متر في موقع مخير. كل طبقة ستالاسيون ديالها خوتي يعني. ولكن هو السيد حاليا مدخل لها غير مكانة وحدة، يعني بغيتي تعمل مشروع نكرة كل طبقة عمل لها مكانة ديالها بوحدها. تيقان كامل الكتريك داخلة الدارية هادي، الدار مبنية غزالة الله يبارك، منطقة العوامة طنجة. خليكم معايا في الفيديو اخوتي. هنا كاين الكراج، العلو ديالو تكون تما واحد 5 متر شي حاجة. الكراج كيتساعو فيه جوج طوموبيلات. كاين العلو تما بغيتي تعمل شي سدة. هنا باب الكراج، دائما اخوتي الله يجازيكم بخير تبعوا الفيديو حتى الاخر باش كتفهموا المعلومات وكتفهموا كل شيء بالتفاصيل. تما طلع هذا الدروج باش كتطلع الدار فيها الكراج وثلاثة طبقات والروتري. هنا كاينه السكنه، هنا كاين واحد اللابابو، هنا كاين واحد البيت. الدار فيها فصاله غزاله، كل طبقه فيها جوج دبيوت، الصاله، الحمام، كوزينه. خليكم معايا خويا، هاد البيت كبير، يجيك فراش ديال جوج تما، تقدر تعمل شي ناريو. هنا كاين واحد الحمام، الدار جديدة عمرها ما سكنات بالموضوع ديالها. إذا بغيتي تشريها تعملها مشروع نكرة تدخل لك أكثر من 8000 درهم في الشهر. هاد المكان ديال لابادورة ديال آلة التصبين. الدار عندها موقع مزيون، منطقة العوامة قريبة من كلشي. هادي الباب ديال الحديد. خليكم معايا خوتي باش نصورو الطبقة بطبقة ونعطيكم كلشي بالتفاصيل. الدار ملكية الحمد لله، دايما كنتوصلو بالجديد اخوتي. ها الطلعة ديال الدار هي هادي، طلعة الدروج كاملة بإينوكس ديالها، بسم الله على بركة الله. هنا كاين الصالون من فوقي كتعطي 70 متر، الأرض 65. هنا كاين بيت النعاس، كل طبقة فيها جوج دبيوت، الصالة، الحمام، كوزينة، نفس الفصالة. بيت كبير ومتسع تبارك الله. هانا خوتي كراج وثلاثة طبقات والروتري. أنا خوتي العزيز الضربة ليا السيد علي دو مهم عطاها الصح الصحيح، فينيسيون آخر ما كاين في السوق. حمام كبير تبارك الله، الناهض ديالو، بلاطو دو تشاب بيدي، لابابو ديالها. بارطاجيو هذا الفيديو اخوتي العزاز باش كتساعدوا العائلات اصدقاء ديالكم من نوع العقار اللي ناسهم يعجبوا ان شاء الله في القناه ديالي، وباقي باقي الخير القدام. يعني هذا الطابق الاول اخوتي فيه جوج ديال البيوت، جوج ديال البيوت والصاله كبيره تبارك الله، كوزينه والحمام ديالها. هنا كاينه الكوزينه، العلو ديالها، الدار مبنيه جديده الله يبارك. مغلفة من السقف باش متعاودش الغبرة والشتا. لورنيا مارمو ديالها، الدار غزالة خوتي العزاز، السعدات ولات كتب لها السكنة. يعني قلنا الطابق هذا فيه جوج البيوت والكوزينة والحمام والصالون. هذا الطابق الأول، بلاطو تما بلاطو دوتشا. خليكم معايا الله يجازيكم بخير أخوتي. تما كاينه بيت، هنا الصالون. هادي بغيتي تشريها تسكن فيها واحد الطبقه تسكن فيها يا اخي، تعملوا مشروع ديال الكرام.
واذا بغيتي مثلا تعمل كامل مشروع ديال الكره، يعني الطبق السفلي الارضي يعني فيه كراج وسكنه، وهنا كاين الطبق الاول فيه جوج بيوت، الصاله الحمام الكوزينه. دابا طلعوا الطبق الثاني، بسم الله طلع هاد الدروج كامله الينوكس اخوتي العزاز. هنا الصالون، الصالون يعني نفس الفصاله، نفس الفصاله اللي كاينه في الطبق الاول كاينه في الطبق الثاني. يعني الدار مشروع مربح. انا قلت لك بغيتي تعمرها كامله نكره، عندك واحد الشهريه مزيونه تدخل لك في الشهر. هانا خوتي الدار جديده، الحمامات كبارين، الدار فيها فصاله، فصاله مزيونه، فصاله مخيره فيها، ها نفس الفصاله اللي كاينه في الطبق الاول كاينه في الطبق الثاني. بيوت كبارين، خليكم معايا اخوتي باش نعطيكم الثمن. الله يجازيكم بخير. هنايا لا كويزين، تما كيجي بلاكار. الدار هذه غزاله مولاها عطاها الصح الصحيح، ماشي بني ديال بني سواقي. مثلا بغيتي تعمل شي مشروع ذكرى تكره لك الطايره، طايره حيت فينيسيون فحال هذا كيكون مطلوب بزاف، مطلوب في السوق وكيتكرى الثمن فحال هكدا. فهمت؟ كل طبقة تكريها ب 1900 درهم، حيت المساحة متسعة 70 متر فوق، السفلي فيها 65 متر. الصالة والبيت كيطلو الشارع. هانا خوتي العزاز، خليكم معايا الله يجازيكم. البيبان، البيبان جدادين كلشي مهم. والدروج جاو كبارين، بغيتي تطلع الأثاث منزلية راه كبيرين تبارك الله، متسعين شي فراش شي ثلاجة شي ماكينة دق شوع، المهم اللي بغيتي تطلعو الدروج كبارين. زعما هاد المعلم اللي صار هاد الدار كنقولو الله يعطيك الصح، عمل لها فصالة واعرة فيها، برافو ليه، الله يعطيه الصح. هادي هي الفصالة ديالو، جوج دبيت، الصالة، الحمام، الكوزينة، يعني فوقي كتعطي 70 متر. بسم الله. هذا الطبق الثالث، الطبق الثالث نفس الفصالة خوتي، الزنقة غيكون فيها 6 متر، الزنقة ديال 6. الدار مدخلة الماو والضو، السيارة كتدخل الكراج. هذا الدار كتواجد منطقة العوامة خوتي. الله يجازيكم بخير، شي واحد معقول وعنده الغرض نعملوا موعد مع مول الدار وغادي تجي تشوف الدار وما يكون غير خير ان شاء الله. اللي بغى يعرف الدار بالضبط ملي كنعملوا موعد وكنجيبك للدار، ديك الساعه غادي تعرف الدار بالضبط فين جات. هذه مولاها شرا قطعه ارضيه وبناها على يده، هذا بني الصح الصحيح ماشي بني سواقي. منطقه العوامه طنجه، ها البيوت تبارك الله كبيرين ومتسعين، الدار غزالة غزالة كتحمق كتحمق كتحمق، السعدات ولات كثر من هاد الطرف. ها نفس الفصالة، هذا طروازيام ميطاج. هادي كل طبقة تكريها هنا واحد 1900 درهم، تكرا طايرة فهمتي. بغيتي تسلا مشروع نكرا مشروع مخير، احسن فلوس ما كيبقاو غير منزلين ما كيعطيو حتى شي نتيجه، كتستثمروا في شي دار بحال هكدا وكتعملها مشروع ديكرا، الدخل الشهريه ديالك مزيونه تكالي بها المصروف. كما كتعرفوا دابا المعيشه تزادات، تكون عندك شي مدخل شهري بشي 7500 درهم في الشهر تبارك الله، راه تكالي بها. هنا بغيتي تعمل مثلا مطاعت الصبابط ديالك تما، كوزينة تبارك الله، شوف شوف دار غزالة تبارك الله. خليكم معايا، الدار مبنية جديدة عمرها ما سكنت. خليكم معايا خوتي، انترفون تيقان كيخدمو بالضو.
إلكتريك. الديزاين اخر ما كاين في السوق الله يبارك. ها والدروج تبارك الله، شو الطلعه ديالو مرتاحه بحال ما طالعش، طلعه بالدروج بالانوكس ديالها، الدار رقيقيه غزاله، في صاله كتحمق. خليكم معايا دابا غادي نصوروا الروتري، يعني فيها الطبق الارضي فيه كراج وسكنه وثلاثه ديال الطبقات، حنا صورناهم ثلاثه الطبقات بنفس الصاله، جوج دبيوت الصاله الحمام الكوزينه. دابا غنصوروا الروتري، والسطح ديالها مزلج، السطح مزلج على خوتي. دابا هذا الروتري، الروتري اللي كاينه في السطح اخوتي كما لاحظتوا معايا، هنا كاينه بيت، البيت والدرجة تقريبا جميع المرافق العمومية تقريبا كلشي. هنا عندنا الحمام، الحمام خليكم اخوتي معايا بسم الله. هنا عندنا كوزينة، كوزينة امريكانة مفتوحة من بعضيتها. هنا عندنا واحد البيت بالنعاس بسم الله، بيت كبير تبارك الله، يعني هذا الروتري فيه السكنه. الا بغيتي كل طبقه تملى المكانه ديالها بالماء والضوء بوحدها، كل طبقه راه مدوزه انستالاسيون ديالها. انا اخوتي العزاز، الناس اللي كيتصلوا بينا من باب الرت، مشاوم، تيطوان، كاستيخو، جميع انحاء المملكه، توكلوا على الله اخوتي، الدار مخيره. طوموبيل كيدخلوا جوج ديال السيارات كيتساعوا في الكراج، الدار نقيه وجديده، بني مخير فيها، سي مولاها تهلا فيها حتى قالت بركة. موقع مزيون عندها كلشي قريب، واحد طبقة تسكن فيها ويا خرين عملو مشروع نكرة. طلعة الدروج كاملة بإينوكس، الدار كيما لاحظتو مكاين لا برودة لا غمولية. هنا يا خوتي العزاز السطح مزلج، هادي التيراسة كيما لاحظتو معايا، كنطلعو السطح كاينة، كنطلعو الدروج كاينة سطح آخر. هانا خوتي العزاز، هانا هنا كاين واحد كريفو بغيتي تصب شي زربيه، شي ذبيحه د العيد، شي فرح. الدار اخوتي العزاز ما تحشمكش، يعني الدار في الموقع، الدار موقع مخير فيها، خليكم معايا. الدار جات مشمشه، خليكم معايا، كامله كامله فينيا، طالعه بالدروج كطلع، كطلع للسطح خوتي العزاز. خوتي العزاز غادي نخليكم الرقم ديال الهاتف فيه الواتساب. الدار عندها واجهه وحده على الزنقه ديال 6 متر، الدار عادليه ماشي محافظ، عادليه ملكيه. التهويه ديال الدار باتيو مغلفه باش ما كتدخلش الغبره، ما كتدخلش الشتاء. هنا كاين واحد التمنيه، السطح ها هو فين هو. انا خوتي العزاز، خوتي العزاز مولاها كيقول الثمن ديالها 150 مليون، فيها شي بركة مفهمة. إذا كان شي واحد عنده الغرض، عنده الغرض وفلوسه واجدين كاش، 145 مليون يبيعها لك. الثمن اللي سمعتي مني كتسمعو مول الدار، ما كنزيد حتى شي حاجة من عندي. كما لاحظتوا الدار كاملة جديدة، في صالة غزالة فيها الله يبارك. هادشي ما كاين أخوتي، ما نطولش عليكم الفيديو، السلام عليكم.